دائما متعودين ويانا نكون دائما وياكم في الفقرات الصباحيه، لكن اليوم فقرتنا هي صح راح تعرض بالصباح لكن احنا اضطرينا نصورها بالليل. ليش؟ لان احنا اليوم راح نتحدث عن الداطلي. نعم، الاكله الشتائيه اللي معروفه عند العراقيين وخصوصا هنا في محافظه بابل. اتحدث عن نقطه داله واهم واشهر صانع داطلي في المحافظه اللي هو الداطلي رياض. مثل ما تشوفون يشتغلون اربع شباب يومية، يبلشون الساعة 5 ما ينتهون غير الساعة 12 بالليل. طبعا واحد من ابرز الاسئله اللي انا دائما اساله لاهلي، ليش الداطلي بالبيت يختلف عن الداطلي اللي يقدمه رياض او الشباب اللي يشتغلون بمهنه الداطلي او صناعه الداطلي؟ الجواب راح نعرفه من رياض. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اول سؤال، جواب الداطلي ليش اللي يسوي هنا رفيع وما بيعجينه، لكن بالبيت اذا يسوونه يصير سمين وبيعجين؟ يعني حسب خبرتنا احنا نعرف فيه ونعزنا على طريقتنا الخاصه ان شاء الله. زين، ايش صار لك رياض تشتغل؟ تقريبا صار لي 13 سنه. اعتقد انه اتصلت طاقه داله بالحلم. ايه معروف، صار لي 6 سنوات هنا قبال اليات الشرطه. تمام، خلي ندخل شويه وياهم ونشوف شلون يجهزون ويعملون الداطلي. راح نبلش ويا سجاد اللي قبل شويه غلبني وما رضى يحكي. الله يساعدك سجاد. الله يكون بعونك يا خالد. بعد روح تعوف لا تنصي. لو لازم تنصي. لازم نصي. سولف لي سجاد، شنو شغلك؟ شلون العجين؟ شلون بتنتج هذا؟ والله هاي احنا نعجنا قبل يوم. ايه نعجنا قبل يوم، هاي نجي ثاني يوم الظهر نعجنا ورا ساعة الصبة نشتغله والله. لازم تخمره. ايه اخمره. ايه. والله. زين اشتغل لي ايش راح اسوي؟ هاي الفره شلون اسويها؟ طبعا ها هي المرحله الاولى، من بعد التخمير العجينه يتخلى بالدهن ويتقلى. خلينا نشوف مراحل استاذ رياض. السلام عليكم. مراحل اعداد الداطلي شلون؟ يعني تقلي هنا بالدهن. طلعها بالشيره صاحده بيج 90 خدمه للزبائن. وهاي المرحله ايش قد تحتاج؟ يعني على كل قطعه فتره اقل 10 دقائق. يعني كل وحده تحتاج الى 10 دقائق خلت تكمل؟ اي اقل 10 دقائق هيك تكمل تجهز هناك وتقدمها للزبون. زين دائما الزبائن شو يقولون على الداطلي اللي تقدمه؟ والله العالم تعرفنا هنا وتجينا داطليه نظيفه وهتشوف عينك طعمها طيب مرتبه. ايدك. خلينا نشوف هسه من بعد ما كمل رياض العجين ينتقل الى مرحله انه يقلونه وبعدين هنا يتخلى بالشيره. يا ريت لو تخلي لي وحده بالشيره حتى نشوف. من بعد الشيره ينعرض على هاي الصينيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت اعتقد المرحله الاخيره يمك. اي صحيح، حياكم الله وبياكم واهلا وسهلا بكم وبقناتكم قناه دجله الفضائيه. اما بالنسبه لاكله الداطلي، اكله عراقيه شعبيه قديمه منذ مئات السنين. العالم طعمها متميز، العالم ترغبنا من حيث منذ مئات السنين، العالم ترغبها لان طعم مميز وكادرنا متميز من حيث الدقه بنظام عمله، وكادرنا متميز بالنظافه، وكادرنا متميز ايضا بالنظافه ورقي اخلاقه واسلوبه مع الزبائن الكرام من طلق قول الامام علي عليه السلام بالاخلاق تدر الارزاق. صحيح. حياكم الله. تشوفون هاي العمليه هي العمليه الاخيره، من بعد ما يكمل الداطلي بعد التقلاه وبعد ما يخليه على الشيره يصعده على هاي الصينيه، واخر شيء المرحله انه هي تبقى رغبه الزبون يحب انه يكون راشي او خلينا نشوف شلون نقدمه. صباح الخير. دا اشوف انه اكو شيء تخلي له راشي وشيء تخلي له مبروش. راشي مبروش. هاي حسب طلب الزبون؟ اي هو بعد يريد راشي او مبروش بكيفه بعد الله تيمنه. زين بس ساعه تفتحون يوميه؟ بس ساعه تكملون شغلكم؟ ساعه بالثنتين لحد الساعة. اي الساعة بالثنتين داطا اكو لحد الساعة بالعشرة ونص 11 مو شرط حسب الرزق يعني مرات 11 ان شاء الله. يعني الزبون حسب يعني يحب الزبون مراته، اكو زبون مثلا بمرض سكري الله عافاكم الله نسوي له نسبة قليلة من الشيرة يقدر ياكلها، يريد عليها مرات زبون عليها راشي، مرات الزبون يحبها مقسبة، مرات الزبون يحب عليها مبروش. واحنا مكاننا بارقى مكان حلة شارع 40 مقابل آليات القديمة. حياكم الله. هسه انا بالنسبه لي انا متعودين عليه دائما اجرب وهذا الداطلا انا كلش احبه صراحه، يعني علاقتي بيه قويه.
شلون داطلين؟ مو عليك ترى. السلام عليك. شلونك؟ عمي ذهب. ذهب ذهب. انت دائما تاخذ رتب اهو يوميا. اي داطله باع شوف هذا يعني حتى به شكر اعتقد. اعتقد يعني. هذا اكلته قبل شوي. حبيبي حبيبي طول عمرك يا حبيبي. فانت تشوفون انه. الله يرحم الله والديك، والله أول مرة آخذ وإن شاء الله جيد خير عليك. إن شاء الله راح يعجبك. إن شاء الله. زين من يدي؟ مو أنا عندي سكر من ورا ما راح أجرب. إن النسوان شيخنا الآن. صحة وعافية لك إن شاء الله. يعني مثل ما تعودنا خلينا نشوف عندك كلمة أخيرة. أغلب الأحيان أغلب الأحيان العالم ترغب بالأجواء الباردة، والأجواء الممطرة يصير عليها إقبال كثير من المواطنين، ونظامها شتوي وهي أكلة يعني جدا مميزة. أنت تعرف والله تخبل أنا يوم ياخذ منها. الله يحفظكم، سبع عافيات. الله يحفظكم. أهلا ومرحبا بك، حياكم الله. طبعا قبل لا أختم، هذا المكان اللي يشتغلون فيه أربع شباب، يعني معناها عائلين أربع عوائل، فقط في فصل الشتاء يكون عملهم، في فصل الصيف هذا المكان ما موجود. طبعا الأكلة هي أكلة شتائية بحتة. اعتقد ما سواها استاذ رياض بالصيف؟ لا بالصيف ما نشتغل، عندنا الرمضان كم الرمضان نقعد، بس بالشتاء شغله. قبل لا نختم نروح يم سجاد نشوف شلون يتعامل ويا العجين. سجاد نرجع لك. بعد روح يا وسهلا. العجينه انت اللي مسؤول عنها سمعت؟ ايه. انت مسؤول على العجين يعني؟ ايه ايه. ما خربت عندك في اليوم؟ ابد. ابد؟ ابد. هاي ايش قد وقت كمان؟ هاي اسرع طلع دقيقتين. طبعا انا بالنسبه لي راح لهنا، انا راح اقول لكم انه راح انهي هاي الجوله، لان مضطر انه اكل، وانتم متعودين انه انا دائما بعد كل نهايه جوله لازم انا اجرب الاكل او الاشياء اللي يسويها الشيف او اصحاب المكان، خصوصا شغلات الاكل. هسه هاي راح تكمل؟ تكمل تخليها بالشيرة وتصعد. زين هسه هاي كملت لو بعدها، شلون تعرف انه راح تكمل؟ ها؟ شلون تعرف انه هي كملت؟ سوت هي مبينة الحوم لونها؟ اي لون. نطلع حطها بالشيرة. هذا هو اللي يعني المرحلة الأخيرة. أعتقد أنت تريد تاكل زين مو؟ طبعا زين كل من دا أكل يبغى عليه بنظرة حقد. يلا هاي من هنا نقدر نصور ال إي. هاي من بعد ما كمل راح يتخلى بالشيره، واخر مرحله تصعد للصينيه. طبعا هذا يسموه حار ونقسب. هاي ايش قد تتخلى بالشيره؟ يعني ضغطه واحده بالشيره وتطلع بالصينيه وتتقدم للمواطنين. اغلب الوقت ايش وقت يصير عندكم ازدحام العالم تجي؟ والله من 7 وفوق. والله من 7 من 8 لحد 10 10 ونص هاي هذا الزحام. قبل شوي تقول انه انا استحي وما اقدر احكي هسه اشوفك منطلق. هاي ما ادري بعد. هاي زينه مو؟ اي كل التوفيق حبيبي. بعد روحي. طبعا انا اتمنى انه استمر اكثر، لكن لهنا انا راح تنتهي جولتي لهذا اليوم. انتظروني بجولات اخرى. الى اللقاء.